الله وش ذا التصبيط؟ يجي بالأدب. أوف 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 أوف، هذه الكيكة لي أنا وتستاهل أكثر. يعطيك العافية. واتركوني لا طيح يا قبلة الله، واتركوني لا طيح يا قبلة الله. أبشرك تمت المهمة. لا لا ما عليك، مو بصاحن إلا بعد بكرة. لا عندي الموضوع. يلا باي. عليكم بالعافية. عامر عامر يا عريس، اصحي جوالك يدق. ايش السالفة؟ شكل زوجتك تدق عليك. أري عرس يا عيون. يا راسي شو السالفة؟ أقول أمش أنت يا أبو مختك. أمش الباب مقفل. طيب دريشة يا عم انا ماني بصايع الا صايع ونص وراعي سهرات انا احترم نفسك ابو اشواق لا تقول كلامي مولدي ما هو فيه الا فيه ونص واذا ما انتم مصدقين تفضلوا شوفوا تفضلوا شف عجيب والله Oh.
اخ بس حسبي الله عليها الداشر، احمد ربك انك شفناه على حديقته لا ضيقين صدرك. استهدي بالله يا بنتي يا اشواق، حرام تظلمون ولدي. يا اختي انت ما تستحين على وجهك، جاي تتعذرين له من زين فعايل ولدك. ان شاء الله تعدي الليله على خير وبعدين نتفاهم. اي خير تتكلمين عنه، مجنون انت، ولدك فضحنا، فشلتونا عند الناس، ما بقى احد ما يرسل لي. اقول انقلعي اطلعي برا انت وبنتك، برا لا اشوف وجهكم، يلا برا وجه. هذا ابوك. الو. طيب يلا جايين. يلا حبيبتي مشينا، شكل ابوك درى عن المصيبه اللي صارت. يلا ولدنا طلق بنتكم يا ابو اشواق قبل ما يتم الزواج، وكنا قبل مساجين القاعه وشايرين الذبايح وخسرانين، حنا بس ما نبي منكم الا تردون المهر. ما احنا مهر، المهر اعطيناه البنت وصرفته، وبعدين يا اخي اعتبر المهر اللي راح رد اعتبار لنا. الحلال رد اعتبار شو؟ 10,000 15,000، انما المهر كله ما يصير. نحن بمرجعين لكم ولا ريال. عجيب والله. والله خطتك نجحت يا بدر. اول تقول طفران وما تقدر على المهر، هذا المهر بين يدك. بكره وانا عند ابوك يا روحي. يلا قبلوا شوفنا حد. وي واحلى زواج على حس السبك عامر.